داري وقفه تضامنا معكم، لان وزاره الماليه غادي تفرض عليكم واحد الضريبه، الضريبه اللي غادي يخلصها المحامي غتكون من الجيوب ديالكم. صبيح على الضريبه هو غادي يولي الفروض على الناس اللي كتدخل المحكمه، غتولي الناس اللي ما كتدخل المحكمه باش توضع المقالات ديالها ولا باش تهاجر الناس اللي معتقلين دولها، خاصها تخلصوا هذا الصبيح، وهذاك الصبيح غادي يولي فروض عليكم. ومن بعد الا كانت الملفات غادي تخدم التعويض، فالوزاره كتقول بانها غتاخذ 20% من اي تعويض كيتخدم ليكم، سواء كانت تعويضات مدنيه اللي كتعلق بالمصادر ديال التلفون، سواء كانت مصادر مدنيه اللي فيها اكليه، لا قطع صوفي، لا حوادث الشغل. هادشي علاش المحامون داريا موقفين جلسات في اضراب عام شامل ووطني، جميع المحاكم ديال المغرب كامله، محامي ما كيدخلش جلسات، ما كيديرش اجراءات، ما كيحضرش المؤازره، عندكم الحق تمسكوا الدفاع ديالكم، إلا ما تجيش حاليا وتقلق بالكم، لأن الدولة بعد غدا اللي غيولي هذا المشروع ديال القانون داخل حي السبيل غادي توليو نتوما في المحك، هادشي علاش المحامون كيقولوا، إلا حنا سكتنا المواطن غيتعلم، وهادشي اللي خاصكم تعرفوه، وهادشي اللي خاصكم تشوفوا بيدكم، وهادشي اللي خاصكم تشوفوا عليه، وهادشي اللي خاصكم تناضوا عليه. حنا الآن كنناضوا من داخل المحكمة، حنا الآن بالبلاد ديالنا كنناضوا في الشارع، ولكن من بعد هادشي إلا مشى وتفرض عليكم فغنكونوا حنا أدينا الواجب المهني ديالنا، أدينا الرسالة ديالنا، ويولي يصعب عليكم أنكم تلقاو محامي، لأن المتضرر الوحيد والأول هو المواطن الفقير، هو المواطن اللي ما غيكونش عنده باش أنه يخلص مصاريف، ما عندوش باش يخلص الضريبة. بالتالي حنا واقفين معكم دابا، خاصكم توقفونا نفوسكم، خاصكم تشرحوا نفوسكم.